عندي من قرية عزب الشيخ سويف، وهذه المستشفى لا فيها علاج ولا فيها حد يتعامل وكذا، ولا المواطنين ولا ما فيش عتنة وما فيش أي حاجة، ولا كشوفات زي الناس ولا أي حاجة. هذا الصحية دي حضراتكم مش ما فيهاش أي دكتور بالليل أو في أي وصفة من ليش دكتور أو تمريض فيها، والمكان بعيد عن المحافظة، فاحنا بالليل ما بنلاقيش لو أي حد طفل تعب أو أي حد تعب ما بنلاقيش تمريض ولا نلاقي أي دكتور فيه، وبالنهار ما فيش، كل أسبوع بيجي دكتور يوم واحد أو ممكن ما بيجيش. لا دكتور قدايم، والواحد مات نستنى يومين عبال ما تطلع له التسرية. السلام عليكم. ويعني. We'll be right back.